بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. نقبل الأيام المقبلة على زكاة الفطر، فيكون من هدي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم إخراجها طعام من غالب قوت البلد، ولا يكون دفعها مالا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بذلك. ويقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان مسح الخف لكان مسح أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على أعلى خفه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.